السلام عليكم شباب، معكم هايبر ومعاي نوتوريوس. اليوم مباراتنا مباراة فريق برو ايم السعودي ضد فريق نينجا وافت اللبناني، مباراة نصف النهائي. طبعا برو ايم معروف انه فريق قوي، فاز على فريق الاي ان اف مباراتهم بالجولات الاولى، وفريق نينجا وافت فاز على فريق فيروسوس الفلسطيني. اتوقع نوتوريوس أعتقد هما من عدة دول بس أغلبهم من فلسطين. فاحنا منتظر، خلاص بدينا، نحن خمس لاعبين بس منتظرين نروح لايف. الراوند يبدي، خليهم بس نخبر الادمن. تقدر خبر الادمن يا توريس انه يبدي لايف؟ تمام، ثواني. خريطة كوبل ستون، خريطة كوبل ستون اتوقع خريطة مو مشهورة هواية، اتوقع مو متأكد، مو كثير فريق تلعبها، واعتقد وراها تكون مشوقة لان اول مرة نلعبها بالبطولة. بالضبط، بس خريطة كوبل ستون تكتيكها حلو، تكتيك الهولد والديفند فيها والبوش خرافي خرافي جدا. انا لاعبها شخصيا، صعبة صعبة تيم وورك تيم وورك يب. منتظرين على ما نبدي لايف، منتظرين الادمن. نشوف قاعد الادمن يجهز السيرفر وكل شيء، نشوف ان شاء الله راح نبدي لايف باقرة فرصة. منتظرين لاعب واحد بس يجي للتيم سبيك ونروح لايف ان شاء الله. اها، في لاعب مو موجود بالتيم سبيك، اوكي. هيرو مو موجود بالتيم سبيك، لازم يجي علشان نبدي. نشوف الفريق، يعني يمكن الفريق هيرو اللي هو فريق ال نينجا وافت، لازم نلاقي له لاعب يدخل التيم السك علشان نبدي لايف. توقعاتك يا نوتوريوس، مين يفوز الفريق اليوم؟ فريق نينجا وافت ولا؟ والله يعني البرايم شفت وراء صعبين بصراحة، عندهم سكيل عالي، لعبة كلش مشوقة راح تصير. أعتقد البرايم أقرب، برايم أقرب صح. والفريق المساهم صراحة خرافي، بس نحن مباراة البرايم ما شفنا لهم، ما سوينا لهم ستريم، هذا أول مرة يسوون البث مباشرة أتوقع. هذا أول مباراة يعني، بس مباراتهم من قبل نحن شفنا لعبهم، كان لعبهم جدا خرافي. منتظرين اخر لاعبين، اتوقع صار لهم تايم داوت. الله يعين على الانترنت في الدول العربية. يعني هذه المباراة فريق سعودي وفريق لبنان، المفروض يعني على الاقل الانترنت تكون ستيبل او مستقر، يعني من الدول العراق او فلسطين كهرباء ما عندهم. يعني صح بطيء بس مستقر، هذا اهم شيء. صحيح. بقى بس واحد يجون ان شاء الله وروح لايف. تشكيلة فريق نينجا وافت: شادو، ايونس، فادي، خالد وهيرو راح يدخل. فريق برو ايم تشكيلتهم بركان اتوقع، تمام، بربكان يمكن، ما اعرف والله. الثاني اسمه، شو اسم الثاني؟ H4K1 هاشتاج. هاشتاج اوكي، H4K1. نمر، بروفينال اتوقع اسمه، وبعدين كين.
ما اعرف اذا اشوف الرانك، في رانك صغير جنب اسم اللاعب كين على الجهه اليمين، شنو معنات هذا الرانك؟ الرانك؟ اي في مثل رانك رتبه. هذه كوينز اتوقع، انا ما اعرف نظام نظام الكونتراكت الجديد اللي حطوه. في لو اشوف كين على اسمه جنب اليمين، جنب اليمين تحت الصور الرانكات في رانك رتبه رانك واحد. في هذه يعني على اللعبة يعطيك اكسبيرينس وتصعد بالرانك. اها. تلعب ديث ماتش وتلعب كاجوال وحتى بالكومبتيتيف مود. اوكي. وظل تصعد، بس هو الرانك الاساسي اللي هو بالكومبتيتيف يعني. اكيد اكيد صحيح. فالماتش باوست اتوقع منتظرين على ما نبدي لايف. ثواني نبدي لايف ان شاء الله. هايبر؟ نعم. الستريم بديت ولا بعدك؟ ايه الستريم بدينا، الستريم نحن. وين الرابط عاد؟ حطينا على الفيسبوك. اوكي اوكي. تمام. خلينا نشوف. بنقات الفريقين متوسطة، ما في بنقات عالية، هذا المهم. خلينا نشوف فريكام بالمصدر الثالث. اوكي، احنا الاماكن نعرفها في كوبلستون. ما اعرف ليش صارت رصاصية الشاشة لما يصير لايف ورا اللي توقف البوست ترجع العنوان. اها، هذا الاماكن نعرفها انه الفريكام، فريكام مو مثل باتل فيث 4. في واحد يبقى لاعب اتوقع بهذه الزاوية بحيث انه يوقف البوش الموجة منهم، او يوقف اي زاوية من هذه الزوايا هنا على اساس انه موقف البوش من الجهة هذا. وعندنا اتوقع اللي هو هذا الشباك، او والله ما اتذكر وين بالضبط، واحد من الشبابيك هذه. بعدين عندنا مكان ثاني اللي هو وينه، اتوقع هذا، اتوقع هذا لاعب موجود هنا يقدر يضرب من ورا هذا، يقدر يدمج اللاعب الموجود هنا. ومن هنا بعد تقدر تسوي بوش لجهة البي. هذه هي جهة البي، ونعرف ان احنا شفنا لاعبين دائما يكمبرون او يكفرون هنا بالاوب. اتوقع بعدين لايف نشوف فريق نينجا وافت. هذا ايونس، هذا بيستل راوند، ما في راوند نايف، ما في راوند نايف لان هذا بيست اوف 3 صح؟ بيست اوف 3. تمام، كل من يختار الماب والفريق المنافس يختار الجهة. تمام، هذا كين يجيب اللاعب الاول اتوقع. رايح من وراهم كين، يسيطرون على البي. فادي يموت، حاول يجيب الهيدشوت بس ما قدر. هذا ايونس، ايونس خلينا نشوف ايونس اذا يقدر بالهيدشوت. اوه يموت ايونس. هذا ان كيو اخر لاعب فريق، اوه جيب بالهيدشوت ما قدرون. فريق برايم بالضبط ياخذون الراوند الاول، فريق برايم ويتاهلون. لا ما تاهلوا بعدهم. فريق برايم 90% ضمنون اول ثلاث جولات يعني، وينبسطون. صحيح، وهذا اشتروا اسلحه وقنابل والسموكات راح يكفرون كل اماكن برايم. تمام. خلينا نشوف، راح يسوون بوش جهه البرافو او البي. هذا بروفينال اتوقع، خلينا نشوف بروفينال. لعب ذكي، يلعبون ببطء حتى ما يتفاجئون يعني اذا واحد خاطر بزاويه او شيء. صحيح، بده ينتظرون البوشات. هذا لونج اي، سوين بوش من لونج اي. هذا بروفينال دخل القنبلة ما سمعوا صوته. اوكي شافهم واحد ضرب عليهم. شوف يجيبون لاعب اللي كان في الزاوية بالضبط، مبين هذا هم خذوا البوم سايت. نظفوا فريق نينجا وافت، نينجا وافت عندهم دروب. فلو يسوون باوس حاليا، باوس بليز كاتبين. هذا خالد من فريق نينجا وافت كاتبين باوس. خلينا نشوف اقل الادمن يسوي باوس.
next round pause. الادمن يقول next round pause لان ما توقعت تقدر توقفها على اللايف راوند صح؟ هو كان يقدر يوقفها بعد بالكيس بس ما لحق. على العموم الجوله الجايه راح يصير بوز. على العموم حتى لو كان يعني باوس ودخلوا خمس لاعبين يعني صعبه يعني ما لها معنى هواي هي الجولات. اتوقع نبدا هذا الماتش باوس يعني خلينا نشوف حتى ما يدخل اللاعب الاخير. اتوقع هيرو راح يسوي لنا مشاكل بهذه هذه المباراه اليوم راح ياخرنا كثير. هيرو كل شويه دروب كل شويه تايم داوت. صحيح انترنت ما ثابت حتى بدايه اللعبه تاخرت على مود. لحتى ما تبدا المباراه خلينا نشوف التعليقات. هلو كيكرز واحد كاتب هلو كيك. خلاص بيكفون البث من السماجة. اي أيوة والله اتوقع راح نوقفه يعني. الايم مال نص اللعيب صفر يساوي صفر. اوكي يا محترف خلينا نشوفك في فريق ادخل وخلينا نشوف لعبك. الجودة فاشلة. الجودة هي فل اتش دي تقدر تعليها من اعدادات اليوتيوب. بربكان ها 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 ليش هو اسمه هو مو اسمه بربكان لو بركان لو يا اما بركان يا اما بربكان والله ما اعرف اعتقد على اكثر بركان يعني بركان لان هو بركان اتوقع الناس سمع الاسامي العربية. الرتب جات مع التحديث الاخير صحيح صحيح. لعبة ايزي والله ما نعرف خلينا نشوف ممكن فريق النينجو اف تفاجئونا. الجولة الجاية كلش مهم راح تصير اول باي راوند الفريقين واللي يخسرها راح يخسر زخم اللعبة تماما وراح يرجع للايكو. ولا ننسى هذه best of 3 maps best of 3 maps يعني صحيح. لازم خريطتين يلعبوها غص يعني اجبارا خريطتين لازم يلعبوها يعني اذا خسروا خلينا نقول يخسرون خريطة كابل ستون يلعبون خريطة ثانية يعني لازم لحتى ما نشوف مين الفايز. صح فريق ممكن نجوات يكون موقعه بهذه الخريطة بس خرائط ثانية ممكن يكون فيها ممتازين جدا يعني. هي الفورمات مال البطولة كل فريق يختار الماب اللي يحبها والماب الثالثة تصير راندوم والماب اللي يختارها الفريق هو يبدي عادة بالتي لان ذاك الفريق راح يختار السيتي ما بيها نايف راوند مثل بداية لما كنا بالبيست اوف 1 بالضبط. فلحد الان ماتش باوست متوقفينها كاتبين كونكتنج قاعد يدخل هيرو خلينا نشوف هيرو البوز هو 10 دقائق لهذا الادمن يعني بلغهم انه لازم يدخل بهذه العشر دقائق بالضبط بالضبط البديل. اذا ما عليهم بديل يبدون اربع لاعبين هذه مشكله يعني اذا دخل اربع لاعبين اعتقد جابوا بديل اللي هو ان كيو ان كيو يب ان كيو بديل اتوقع لان هيرو هو كان معاهم هيرو تايم دافع دخلوا ان كيو خلينا نشوف. اوكي بدينا اللايف الراوند هذول هم فريق برو ايم عندهم اسلحه اتوقع الفريق عندهم اسلحه كامله فخلينا نشوف تمام فول باي من الفريق. اوه ايونس يجيبها بالاوب بيك الانتر بيك هذه جابها من البدايه تمام بيك سريع من الميد بالاوب وجابه بيك كلش مهم سوى افضليه بالعدد السي تيز. هذا نيكيو يعرف انه في واحد هناك وهذا جاء واحد ورا السموك يقدر يشوفه انيكيو ولا لا انكيو يطلع من الشباك يروح لجهه ال او هذا فريق انا خربطت بين الوان والله خربطت سالفه ما مسوي ستريم فخربط لحظه هذا كين شوف كين نسيت الاكس راي انا اقول شو الغلط اليوم بالموضوع اكس راي مو حاطه لازم اشغله كل مره انا فكرت يشتغل دائما احطه بالكونسول يشتغل دائما يعني فشغلته
هذا هو كين كين الملك كين. اتوقع في ملك اسمه كين، سامع عنه قبل، ملك كين اتوقع، والله ما هو متأكد. على العموم بقى بركان فريق برو ايم، جاب واحد بركان 2v1 او 1v2 لان او يجيب ايونس. ايونس خلاص سيء بالاوب، جاب كم كيل بالاوب ايونس؟ اتوقع اربعة لا لا اثنين اثنين يمكن اثنين اعتقد، واحد بالميد اللي دي البداية وبعدين هذي فنشها بالضبط. نايس نايس والله. فريق نينجا وافت حاليا راح يسوون كومباك شكلهم. خلينا نشوف ايونس اذا يقدر يجيب البيك مرة ثانية، هذي تكون شي خرافة. يب عارفه مكانه، المفروض يغير مكانه. اتوقع في واحد اوب ضد اوكي ما جاب شوت. شوف هذا كين بالسبوت هذه اللي يسموها ابر تنل، بس ما اعرف انه السبوت والله ما اعرف شو يسموها اللي تقدر تضرب عليه. دروب هذا المكان كلش مهم لان هذا يسيطر على الروتيشنز، يعني تقطع الامدادات من الاي لل بالضبط. هذا كين يجيب اللاعب الاول، يجيب اللاعب الثاني بالهشوت. وات 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 اولو لو 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 كين كين يعني خرافي بالايم، خرافي بالايم، كله بالايم بالراس. هذا هم بركان يدخل عليهم بالاي، هذا ايونس عدل اوب. خلينا نشوف اذا ايونس يقدر يسوي اي كونك لاي بيك من اللاعبين الموجودين في جهه الاي. بيتك صعب للسيتي كلش ولو هسه ساوي الاعداد. هذا بروفنالا ايونس جو سوى كونكت. ايونس بقى اخر لاعب، اتوقع اخر لاعب اللي هو بركان. هذا خالد خالد وراك هو خالد دم تسعة. لو جابهم بركان، والله نايس والله نايس. جميل من بركان. هذه فراقات مهمة جدا، هذه فراقات مهمة جدا 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 مهمة. توب فراقر هم حاليا بركان 7-2، 8-2 كين، خرافي والله خرافي. ايونس 5-4 شغلة حلو بالاوب. خلينا نشوف هذول فريق برو ايم. نينجا حاليا ايكو مسدسات. اوف خالد يجي خالد ملقلق خالد لو كيف جابهم بالهشة ثلاثة كتلوا. هذا فادي، نشوف فادي يبدا يشوف البومب. فادي تقبل البومب، مكان كلش مهم. في واحد قدام فادي، خلينا نشوف 1v1. هو عنده بيستول، سمعه انا سمع صوته. ظل واحد اوكي سمعه 100% سمعه اوكي. لا جاب النمر والله نايس والله نايس. كانوا ايكو فما قدروا يسوون شيء. خلينا نشوف اذا يقدرون يشترون هسه. اتوقع يقدرون يشترون بي 90 برو ايم متقبلين 5-1 بالسايد الاضعف اللي هو التيرورست، وهذا يثبت انهم يعني الفريق الاقوى لحد الان. السايد الاضعف فوقها صحيح اوكي. ايكو الاخر من النينجا واف ما اشتروا. هذا الاكشن اوكي وصلنا الاكشن. هذا كين قدامه واحد يضرب عليه، واحد ثاني قدام هذا فريقه. والله مشكلة هذه الالوان اندخل. كين دخله وهو فريقه دخله للاي بوم سايت ايزي كيل معظم لان لا بادي ارمر وحتى بيستول ابرقيت ما عندهم. شوف فريق نينجا واف بالمقابل، هذا فادي، فادي يحاول يجيب كونكت بيك اي بيك عليهم يعني. في واحد دمه قليل اوكي جابه واحد، شادو جاب واحد، شادو يجيب هالشوت. يقدر يقدر شادو شادو يموت. بقى فادي وفادي يموت بعد. كوين حاليا 6 راوندات، يعني 6 راوندات كافيه بتي، يعني اذا الفريق طموحه 6 راوندات يعني جابوا طموحهم لحد الان والمباراه بعد بدايتها. صحيح 6 راوندات كافيه بالتيرورست يعني، فالادفانتج حاليا للبوينت كلش كبير.
كم باقي؟ كم راوند يخلص الجهة الأولى؟ يعني حاليا النينجا واقف إذا سووا كم باق راح تنتهي 9-6. أوكي. تمام؟ وكين يجيب الانتفاض. هذا فادي في البوم سايد بي. ايونس وين الاكشن؟ صعبة تلقى واحد يقابل واحد 1v1. هذا بروفينولا بس جاب فلاش بانج فمات. هذا بركان. شوف بركان قدامه اثنين، هو عنده اوب يقدر يجيب بيك ولا لا، بالنيد يجيب دمه ثلاثة فقدامه اثنين ياخذ الاي كي. راح اسوي بيك. اوكي اوه يموت بركان. الانفور اقوى من الاي كي ولا كيف؟ الله ما اعرف انا والله، حسب إمكانية اللاعب. يعني الاي كي صحيح ون شوت كيل بس الريكول مالته كلش صعب، والانفور يعني السايلنس الريكول مالته اضعف، فيعني حسب إمكانية اللاعب. بالضبط. بس من ناحية الدمج الاي كي دمج اعلى صح؟ الاي كي يعني ون شوت كيل خلاص، اذا الايم مالتك يعني خرافي فانت اي واحد يصير قدامك طلقة واحدة خلاص. اوكي. فا احنا مسويين ماتش باوس. اتوقع في مشكلة من احد اللاعبين او شكوى على احد اللاعبين، فخلص راح يصور اللاعب اللي هو خالد راح يصور ديمو ونبدي لايف. خلينا نشوف خالد عالجت عليه شكوى، نشوف الجيم بلاي. خالد عنده لاج، خالد عنده لاج. بينج قال 99 وعنده لاج. الظاهر عنده باك كلوز. باك كلوز يب. كاتب على ال كاتب على كي اي كي السكن مالته، كاتب ايم وير اي اكس اي. اوكي. لانه تشيت. الترست حاليا سووا بلانت بالبي وسيطروا على السايت. والكونتر سترايك خارج السايت وصعب الريتيك كلش صعب. خلينا نشوف خالد، خالد رجع من وراهم تقريبا. هذا خالد وكين، خالد قدام كين. اوه خالد يروح بيها. كين هيد شوت لاخر. هيد شوت. برو ايم. كين. اوه كين يضرب صاحبه بس معلش. ما موته. هذول هم فريق يعني برو ايم يمشون. مسيطرين على اللعبة يعني. Just go forward. You know. Walk and kill. seek and kill. Seek and kill. مو كامب اند كيل، لا سي كان كيل، يعني نو كامب سي كان كيل. سموكات وفلاشات كلش حلوه من برو ايم، يعني متدربين على الماب صراحه. بس من شويه ضربوا صاحبهم يمكن هذا بالمد نمر. يمكن ضربوا سموك ونيد. هذا بروفينالا. بروفينال اسمه بروفيشنال، هسه قالوا لي انه بروفيشنال بس اختصار يعني، واسمه بروفيشنال محترف. طيب نقول له برو، خلاص نقول برو. هذا برو يسوي سموك. سووا فورس باي يعني كم مسدس وعلى اوب على فماس وهم ما نجحت. يمكن مشكلتهم هيرو، هيرو كان لاعب ركز مهم يعني. صحيح. فريق مهم بالفريق الله اعلم، والله ما نعرف. هذا فادي يجيب اول بيك، يموت فادي من نمر. هذا الشادو داخل الاي يشوف واحد قدامه او يموت. ما في مجال، فريق البرو ايم ما قاعد يعطوهم مجال، حتى مجال انه يحطون ايم ما يقدرون. بالضبط. بس يعني لاعبين الخريطه وتمام تمام يعني مسيطرين مسوين كنترول. يعني مثلا اذا لاعب مات بمكان محدد خلص هم ياخذون جهه محدده على المود يغطونها. متدربين عليها ويعرفون الاماكن مالتها وتعبانين عليها، وظاهر انه النينجا واقفين متدربين عليها وظاهر كارهيها للماب. صحيح. هذا نمر، خلينا نشوف نمر راح يرمي نيد. هذا نمر راح يروح لجهة ال اي سايد بوم سايد. شوف نمر، نمر شوف واحد قدامه يجيب هيد شوت. خلاص سوى كنترول على جهة الاي.
هذا ايونس يجيب لاعب اخر لاعب خلينا نشوف. اوه يجيب بيك نايس 1v1 هذا ال 1v1 انتظر احنا من زمان. نمر و ايونس اثنيناتهم لاعبين خرافيين. احنا شفنا نمر من شويه اثنيناتهم مركزين اوه نمر too fast for you ايونس. النتيجة 9-2 صالح فريق برو ايم. هذا النمر مرة ثانية نمر يموت من شادو. ما نجحت الفلاش كان ما نجحت الشاشة بيضة حق اللاعب شادو. ذول برو ايم راح يسوون بوش جهة الاي بوم سايت فدخلوا نظفوها بكل سهولة. سيتيز حاليا اللي حاولوا يسوون ريتيك كلش صعب. ايونس ما يسوي كونكت للشوتس. هذا شالو يجيب اللاعب الاول يموت من اللاعب الثاني. هذا اوه فريق برو ايم اسم على مسمى. ياخذون بيك ورا بيك. النينجا متحضرين للماب يعني واضح كلش واضح. لهذا بده يعانون بالضبط خطا يعني الفريق المفروض يسوي براكتس على كل المابات ومستعد على كل المابات. فريق نينجا وافت قرر انه يشتري فاماس فاماس هايب. خلينا نشوف هذا ايونس. شوف ايونس بالسموك واقف وراهم. خلينا نشوف ايونس يجيب اللاعب الاول. ايونس في لاعب ثاني بس هو متحضر اللاعب الثاني اللي هو نمر. لا كين جابه. اوه نايس ايونس. ايونس لاعب حلو هذا اليوم صراحه لعبه حلو. خلينا نشوف بروفيشنال جي بيك بالاوب بركان و برو هم الوحيدين ضد ثلاث لاعبين 3v2 يعني. خلينا نشوف هذا ايونس. اذا ايونس جي بيك يصير سهل عليهم و مولوتوف و فلاش بانك راح ياخرهم اكيد. خلينا نشوف ايونس. يا ايونس ايونس صاحبه عمود يعرف اماكنهم وين. شاف واحد ورا البومب سايد يجيب الاول يجيب الثاني. ايونس ولا لا يجيب الثاني. ايونس اوه نايس خلاص يسوي ديفيوز. جولة كاملة جاب ايونس واحدة بصراحة 5 كيل جاب نايس والله 4 اعتقد 4. ايونس كاري نتيجة 10-3 الجهة الأولى من خريطة كوبلستون لصالح فريق برايم. في عندنا دروب من فريق نينجا وافت. خلينا نشوف اللي هو خالد طلع صار تام داوت. شوف إذا يقدرون يجيبون لاعب احتياطي أو يقدرون يسوون باوس الراوند الجاي. هذا شادو قدامه أربع لاعبين يجيب اللاعب الأول. يضرب الخشب يضربه بس ما اتوقع ما يجي دمج ورا الخشب ولا غلطان يجي بس اقل يعني. هذا هو النمر راح يسوي بوش على المد. لا ورا السموك ما يعرف بيه غريبة يعني اثنيناتهم منتظرين واحد ينتظر هذا يموت ايونس من نمر بالهشات مو بالهش صراحة تموت اللي قدامه. وهذول هم 4 بلايرز من فريق برايم سوين بوش على
اي بومب سايد. نشوف فريق نينجا وافت هذا فادي بعده بالبي بومب سايد. اتوقع راح اسوي سيف. هذا ان كيو بالاوب. خلينا نشوف ان كيو صراحه اذا يقدر يشوف بيك. والله ما قدر فمات. وبقى عندنا فادي. فادي سوي سيف اتوقع. ليش سوي سيف؟ بالضبط لان فلوسهم كلش قليله. دخل خالد اللاعب الاخير. فنكمل الراوند الجاي لايف مباشره. وهذا الراوند رقم 11 اتوقع لفريق برو ام ضد نينجا وافت. هذا نمر راح اسوي بوش وقدام ايونس. خلي اشوف ايونس. جاب ايونس نايس. اخذ الاي كي. الاي كي راح يساعده. البوم دروب. شادو بالديجل. اوه نايس نايس بيك شادو. هذا بروفن برو. برو يقدر يجيب اللاعب برو. خلينا نشوف برو في البوم سايد بي. وراه لاعب ما اعرف اتوقع. ايوه هذا شادو وراه. خلينا نشوف شادو اذا يقدر يسوي له بيك ويقدر يموته. صعبه كلش يعني البوم تروب ومسيطرين على البوم وهم ثلاثه هو واحد. بس اذا حصل كيل او كلين يعني سوى اللي عليه. المهم انه يقلل الاقتصاد مال سيتيز حتى بالضبط. يقلل فلوسهم. هذا شادو يركض وراه اتوقع. خلينا نشوف يقدر يسمعه. سمعه؟ ما سمع. اوه يجيب شادو. اوكي جاب البيك الاول. بيك ثاني ويصير 1 في 1. بيك ثاني بس صعبه راح تكون. خالد اوكي خلصنا الجهه الاولى. ننتقل للجهه الثانيه. ادفانتج هائل يعني 11 4 بالتي يعني اداء ممتاز. مشكلة ال سيس جو انه التعليق عليها طويل. يعني مثلا بالباتل فيلد ثلاث راوندات او ثلاثة هي من افضل خمس راوندات. ثلاثة من بخريطتين يعني راوندين بخريطة وبعدين راوند واحد بخريطة الثانية. هيتش هالمعرف او تيكت على حسب التيكت من خريطتين. هذه البطولة الاوروبية والعربية هيتش نظامها. بس سيس جو 16 راوند وجهتين وبعد بيست اوف 3 يعني ثلاث خرايط. الله يعيني اليوم. بس تستاهل صراحة لعبة تستاهل. لعبتين تستاهل. هذا فادي يجيب البيك الأول بس ما يقدر يجيب البيك الثاني. هذا ايونس يعرف انه في واحد فوق. بروفيشنال مسيطر على البوم. المفروض يرجع لي ورا ويظل مسيطر على البوم. لاين. وهذا التك ناين. بيو 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 بيو. شوف. خلي شغل البوم احسن لهم. على الاقل عندهم البوم. خلاص موتوا. خذوا البيستر ناون اللي هو اهم شيء. فريق نينجا وافت. خلينا نشوف. الكومباك خمس راوندات مو هواي. خمس راوندات مو شيء مستحيل. شفنا فرق سوت كومباك خرافه اتوقع. والله ما اتذكر اي مباراه بس شفناها كثير مباريات صحيح. بالبطوله هذه. من يمنا احنا اللي كانت 6-1 اعتقد ورجعناها وخمسه. فاكو كومباك يعني اكو امكانيه بس صعبه يعني برايم اذا اشتروا اسلحه. فريق برايم فريق خرافي صراحه. بس فريق نينجا وافت نحن ما اعرف مو مسوي وارم اب. ما اتوقع مسوي وارم اب يعني شوي اداهم اندر بيرفورمينج يعني. ما هذا مو نينجا وافت اللي احنا شفناه بالمباراه الراحل. اداهم كان احلى بكثير. صحيح عندهم لاين يعني. هنا عامل اعتقد العامل الاول اللي هو يعني ماب يعني واضح من متدربين عليه. والعامل الثاني انه البرو ايم يعني هو قوي صحيح مقارنه بالفريق الاول لعبوا وياه.
حاليا هو اخر لاعب هو نمر، وهذا نمر يخسر الجن فايت، فهذا الراوند الثاني نجواف في الراوند الثاني رند. بس شوف انه مع انه البرايم ما عندهم اسلحه خسروا ثلاث لاعبين نجواف، يعني حتى بدون اسلحه وصعب عليهم فرق بالسكيل يعني بالنسبه للبرايم. خلينا نشوف هذا الراوند الثاني، نقدر نشوف الراوند الثالث. فريق البرايم ايكو حاليا، وفريق نينجا وافت هو بالحالي بالاسلحه، بس اسلحه متنوعه، ماخذين تك 9 وبي 90 وام بي 7 ماكو. ماتوا فراد فسووا ريبا يعني ما عندهم فلوس. كنتوا ثلاثة من يومون ما هذا عندهم ادفانتج يعني ما عندهم. اوه نمر نمر. خليني اشوف هذا خالد. لاعبين باقي، وهذا كين، كين باليو اس بي. شوف اذا كين يقدر يسوي بيك لاي لاعب، اذا سوى بيك يصير 2 في 2 فتكون انهم اسهل يعني، بس صعبه لان شغلوا البوم. هذا كين واحد وراه ما يموت. باقي اخر لاعب اللي هو اتش 4 كي 1 ما يسوي كونكت لاي في ال. اتوقع بالسي اس جو فيها سبريشن، يعني اذا واحد ضرب عليك ما توصل طلقات او يروح سبريشن. اذا ما مشتري بادي ارمر اللي هو الدرع لما يرمي عليك يصبح ولا ايم بونش، يعني الايم يصعد اذا ما مشتري درع. اذا واحد يرمي عليك اها يصير عنده ايم بونش يعني، وصعب انه تايم لان الايم يظل يصعد في الزوم مالتك اذا ما مشتري درع. ولهذا الافضل يعني مو بس الافضل بالاسلحه، انه اذا ما تشتري درع بهاي الايكو راوندز هم تاثر عليك لانه يصير عندك ايم بونش حتى ما تقدر تايم يعني. فهمت عليك. هذا خالد سبراي ان براي بالسموك ما يقدر يسوي كونكت. في لاعبين هناك بالجهه، خلينا نشوف الجهه الثانيه. هذا فادي حاليا باي راوند بوين، جوله كلش مهمه. فادي ضد كين. اوه فادي يجيبه، فادي يجيب الهشط. هذه اللعبه خرافيه، هذه لهذا السبب لعبه السيزيو خرافيه. يعني شفنا إن نعرف انه كين لاعب حلو بالايم وهذا، بس فادي مجرد انه ايمه كان بالهيد خلاص جابه. خلاص جابه. 5 ضد 4، 4 ضد 2، 3 ضد 2. جوله كلش مهمه مثل ما قلت لك. هذا برو وكين، خلينا نشوف برو وبركان. برو برو بركان، بركان يجيب لاعب اتوقع، وهذا في لاعب ثاني وراهم جاي. اوه يموت. بقى برو ضد لاعبين، خلينا نشوف ام 4 سايلنس. شوية حلو صراحة، أنا أحب الـ M4. جاب لاعب 1v1 M4 سنة أنا أحبه صراحة، خاصة هذا السكن اللون البرتقالي خرافي شكله. يتطلب سكيل عالي لأن يعني 20 طلقة فقط، فلازم يعني ال 20 طلقة لازم تجيبهم. صحيح. أوه برو يجيبك خالد، ما أعرف شي. طفر خالد طفر، أثبت لك بمكان يا أخي. برو ام 12-7، خلينا نشوف باقي يعني 13 14 15 16 4 راوند الباقي. تمام برايم لما فايزين بهذه الجوله كان راحوا ايكو، يعني كان صعب كلش اللعبه عليهم. الجوله كلش مهمه وكلتش حلو من بروفيشنال. ممتاز بروفيشنال حاليا عنده 19 11 فراكس، وهذا قدام واحد حاليا بس يموت. فادي عنده الاي كي جاب الهشط. 22 14 من ايونس، 22 14 ما اتوقع، انا ما توقعت انه يوصل الفراق على الفراق الايونس لهذه الدرجه. قدم مباراه كبيره، الحدي مباراه خرافيه صراحه، مع انه فريق برايم احنا شفناهم كلهم فراجرز كلهم لعبوا حلو، بس ايونس هو طلع هيك شلون الورده تنبع من فريق طلع من عندهم هم. مبين اللاعب خرافي كلش. هذا خالد يموت من كين، نشوف كين. فريق برايم يفوز بالراوند 13. برايم رجعوا سيطروا على المباراة يعني، بس مو بعيد عن النجواف، مو بعيدة. لا لا مو بعيدة، خاصة ان البرايم بعدها فلوسهم قليلة يعني، حاليا نفس الحالة اذا خسروا ايضا راح يروحوا للايكو. صحيح، بس حاليا النجواف ايكو تقريبا ايكو، فما اعرف شو راح اتوقع هذا الراوند كمان راح ينحسب للبرايم تقنيا. هذا اول لاعب يموت الانتري بيك المهم.
خذوه من عندهم. وهذا تقريبا ان كيو، خلينا نشوف وين ان كيو. هذا ان كيو يموت، شادو هذا خالد. اوه خالد يموت من النمر. خلينا نشوف هذا كين، او اروح لزاوية اقرب. خلينا نروح لبركان، بغير لعب خلينا نروح لفادي اخر لعب. هو عند الكلاك 18 ما يقدر يسوي شيء. الكلاك هذا ما دمجه مو اي، ما ضعيف. قوي ولا ضعيف؟ مو ضعيف؟ لا ضعيف ضعيف كل ضعيف. يعني لو تك 9 فيها مجال، في مالك فرصه صح. فهذا راوند 14 عن بعد جولتين انه يفوز المباراه. فريق نينجا وافت اشترى اي كي، واشترى قليل، واشترى 2 تك 9 وواحد ديجل. ما والله ما اعرف فورس باي اخر يعني من يومهم. صعبه جدا صعبه. خلينا نشوف هذول هم فريق برويم. هذا فادي راح فادي وشادو رايحين لجهة برافو او البي. واحد مدمج دمه 34 34. خلينا نشوف هذه، اتوقع فلاش بانك. اوه جابوه، جاب فادي. اوكي يلا سو بوش سو بوش. ايونس يموت، يسوون بوش سريع يعني يحتاجون يسوون بوش. اهم لاعب من فريق نينجا وافت مات اللي هو ايونس. هذا الشادو دمه قليل. اوه ان كيو يجيب لاعب، لازم ساعده فادي، لازم ساعد لاعب صاحبه الموجود بالبوم سايد. ما ساعده فظل لحاله، صعبه كلش عليه. 15 نقول 15 او 15 تقريبا. جاء فادي اللاعب الاول، يقدر يجيب هالشوت. فادي شفناه يجيب هالشوت، خرافي الهالشوت. بس يضربون من ورا الجدار، يضربون من ورا الصندوق، يضربون من ورا الصندوق، يجيبونه. راوند 15 اخر راوند. بس اتوقع فريق نينجا وافت راح يشتري اي كي، اي كي بي 19 بي 90 ولا بي 90 هذا اسمه اتوقع. بي 90 واي كي وقليل. بي 90 وقليل. ليش ما اشتروا اي كي؟ اوكي خلينا نشوف. ظلت الفلوس قليله يعني، مدى فلوس قليله والبوم مدى يزرعوا البوم يعني طوك 800 دولار زياده على زراعه البوم. فهم هنا مهمه زراعه البوم، مدى يزرعون هم. صعبه جدا فريق نينجا وافت حاليا لان ما مدربين على الخريطه مثل ما قلنا. وهذول هم حاليا راح اخر راوند، اذا ما فازوا هذا الراوند راح يخسرون بالخريطه الاولى اللي هي كابل ستون. خلينا نشوف لاعب من لاعبين نينجا وافت. هم محتاجين حاليا انتري بيك حاليا اللي هو جابو برو. فخلينا نشوف، لازم يلعبون على راحتهم على راحتهم. يجيبون كينج، نمر يجيب ايونز، يجيبون. اوكي هذا فادي جاب اتش 4 كي 1. بقى نمر، خلينا نشوف نمر دمه قليل. هذا نمر، نمر وبركان دمهم قليل. هذا نمر ازرع القنبلة، ايش بده يزرع القنبلة؟ ازرع يا خالد، ازرع وريحنا. وهذا فادي يجيب هالشط، فادي خرافي، فادي بالهشط خرافي اليوم. هذا بقى مين؟ بقى نمر دمه قليل، دمه 28 يعني اتوقع ون شوت كل اذا مو غلطان. هذا نمر راح يحاول، ولو هو حاليا هم في راوند 8 يعني، حتى لو جابوا راوند 8 جابوا راوند 9 10 ما اتوقع يوصلون لل 15 يعني صعبه. يعني مو قد مشكله البرايم، اعتقد لو يسيف هم افضل. اوه يجيب 2 فراجز، يجيب 2 فراجز. لا يجيب 2 فراجز بس. فازوا بها فريق النينجا وافت. اتوقع حاليا راح يقدرون يشترون اي كي، كلهم يشتروا اي كي. واحد اشترى تك 9، اشتروا تك 9. اوكي تك 9 و1 4. طيب ليش سوون دروب مثلا لهذا اللاعب؟ والله ما اعرف سولد، والله ما اعرف. لو مسوي دروب احسن تقدر تشوف الفلوس مال الفريقين. يعني ايون عنده 1200، فادي عنده 100، خالد 1800. ففلوسهم قليله يعني، ما ادري فلوسهم قليله، الفريقين فلوسهم قليله حاليا. هذا نمر مكبر جهة البومب سايد. فادي خلينا نشوف فادي ذا سو بيك هنا، انتر بيك حلو. سمع صوت فادي، واتوقع نمر في سمع صوت.
فادي يموت هذه المرة. هذا ايونس راح يسوي بوش. ايونس خلينا نشوف ايونس، هو لازم يجي فراقات لفريقه، هو الفريق هو اللاعب المساعد جدا لفريقه بالفراقات من ناحيه الفراقات. 23 18 في واحد جهه الاي. خالد قاعد يطلع صوت بس نشوف اذا اوه يموت. جابا برو. خالد بقى خالد جيجي وخالد جيب الاول. والله خالد يمكن مو هم اتوقع فريق دمجه بس ما. اوكي جيجي فريق برويم فازوا الخريطه الاولى بس ما خلصنا. بس اوف 3 لازم الخريطه الثانيه يفوزون بيها. خلينا نشوف الخريطه الثانيه. ما اعرف صراحه عندي الادمن ما الادمن ما خبرني شو الخريطه ما بلغنا بيهم ربش. ندخل سبيكتيت بعدهم مغيرين الماب. أداء كبير من البروين يعني سيطروا على المباراة كلها. الماب الثانية تستو أعتقد تستو نعم. أها فريق برويم اختار خريطة كابلستون فحاليا كاتب شادو بلي فاس دستو فأتوقع مختارين دستو. ما أعرف ليش اختاروا ليش اختاروا دستو يا أخي، في انفيرنو في خرائط حلوة أحلى مراحل لاعبين عليه أكثر شيء. وهذه نقطة ضعف يعني مثل ما تشوف يعني البرويم يعني عرفوا نقطة ضعفهم إنهم ما يعرفون يلعبون هاي الماب ولهذا استغلوا نقطة الضعف بالضبط بكل سهولة. بس دستو خريطة يعني معروفة للكل يعني كل الفرق ترى تلعبها. خلينا ننتظر الادمن لحتى ما يحول الخريطة. نشوف التعليقات. هستلوا البطولة بس جلوبل. ما اتوقع اكو عرب هواي عندهم جلوبال. اغلبيه القليلين جدا عندهم جلوبال. قليلين تمام. تغيرت الماب. تغيرت الماب. اوكي. خلينا نشوف اول ما نبدي لايف راح نحول الجيم. الديجل يفيد بس بالسي تي وقليل النفع بالتي. انت بس باع شي يشيل الديجل وهو مو يم الديجل نوبات. ليش هذه التعليقات؟ ليش هيت كومنتس؟ عندهم غباء محمدي جماعة نينجا واف. ليش التعليقة؟ والله مشكلة. اعتقد راح نشوف مستواهم بالدستو افضل. واحد كاتب شادو إذا قال يعني قصده باللعبة. خلينا نشوف شادو. والله ما شفنا شادو. شفنا احنا ايونس لعب لعب حلو. شادي فادي غيرت اسمه شادي من قد الجوع. بعدني ما افطرت. يلا ان شاء الله نلحق على الخريطة الثانية لان باقي لي ما باقي الوقت على الفطور. لا انت تتمنى البرويم يفوزون حتى تنتهي المباراة تتذكر. والله يا ريت على السريع. برويم محترفين فعلا الأدام خرافي فريق برويم. بس خلينا نشوف دستو لان خريطة دستو لخريطة فريق النينجا فممكن يكون أدام تغير. H4K1 بيكتب هاي لليوتيوب. ليش يكون المعلق ما يفهم شيء باللعبه؟ طيب تعال انت بداله وعلق وانا اروح افطر، شو تقول؟ باللي اتمنى اني والله اتمنى واحد يعلق بدالي والله العظيم. خلص من ال حتى تعليق ما اقدر اعلق لان جوعان.
انا اعرف باللعبه، بس مو خبرتي مو خبره كبيره يعني، بس ان شاء الله يعني ما نقصر وياكم بالتعليق. المهم انتم تشوفون المباراه، يعني هذا المهم، الفريق هذا شلون فاز، وين تكتيكهم، وين يروحون، هذا بالضبط. من هذا سلبي، لا سلبي، هذا تعليقك زين. اول مره تصير عندنا هيك بطولات وتعليق، يعني المفروض يشكروك ويشكرون الجروب سياس جول اللي سووا البطوله. بالضبط، ان شاء الله المره الجايه افضل وقت. بعد ما بدينا لايف اتوقع، لا بعد ماتش باوس، 5 لاعبين جاهزين. ف خلينا نشوف، يمكن نبدا لايف. فريق الردي اعتقد راح نقول لايف. اوكي، بدنا لايف خريطة داستو، الخريطة المشهورة للسيلفرز. شوف راح اصير. هذه اللي نعرفه نحن، الجهة الاسهل اللي تكون يا جهة توريوس. 50-50 يعني، مرات اكو ناس هواي تفضل التيز يعني التيرورست، ونشوف احنا النينجا وارد كانوا يقدرون يختارون السيتي، بس هم اختاروا التيرورست، يعني اكو ناس هواي تفضل التيرورست يقدرون يختارون السيتي. اوكي، هذا فادو هيرو رجع للسيرفر اتوقع. برو ايم 3 هيد شوتس 4 هيد شوتس كين قلت لي؟ لو هم كلهم اعتقد جاب توكل، هم كلهم يعني هيد شوت لحد الان. شوف هذا كين، اوه يجيبه فرو، يجيبه من الجهه، من جهه الكات ووك، ويفوزون بالبس الراوند، وهذا هم راوند. فريق خرافي، اتوقع تك 9 بوش للجهه البي. رشبي صح، اتوقع واحد ضرب صاحبه، بس بالنايف ضرب صاحبه، ما اعرف ليش واحد منهم سوى فيك على بي، راح يدخلون ميد، بس ميد صعبه قرار. اوه والله ما لحقوا. نفس اللحظه حاولوا اثنين على الميد، وواحد اجى من الشورت وسوى عليهم بوش، قرأوا اللعبة مالتهم. 5-0 برو. الظاهر راح تفطر من وقت اليوم هاي فر. هذا نمر اتوقع ما راح يجي من هاي الجهة. شوف جهة البرافو البي، هذا بركان راح يمد، راحوا مرة ثانية مد اتوقع. هذا كين منتظرون بالمد. كين دمج واحد بس دمه قليل، كين ويجيب هالشوت، او يجيب الثاني هالشوت. وات والله ما فريق برايم خلاص، جي جي اتوقع يعني سوليد هولد. شوف هذا جي كين قاعد يجيب الهشوت كلها بالهشوت، قاعد اشوف كين كين اي واحد قاعد يجيب حتى باول ماب يعني هو بالضبط يعني توب فراجر حاليا. هذا كين مرة ثانية ام بي 7 اتوقع من التيرورست، اشتروا اسلحة. راح يموت كين قدام اسلحة. اوه يجيب الهشت ام بي 7 الهشت، والله والله ما اعرف ايش اقول، الكلمة بالانجليزي كويزي كويزي انسين ايم. ده ممتاز من تيم صراحة،
والفريق بشكل عام يعني دي يأدي. اوه يجي الظهرة. بقى اخر لاعب ايونس. وين ايونس؟ خليني اشوف ايونس. ايونس عنده اي كي. اي كي اتوقع حاط عليه فناتك ايش يسمونها هذي؟ موسكن سكري مو لا غلط. مدى اشوف يا اما ان اي بي يا اما والله ما اعرف مكتوبة لي اليت. لا هذا اسم ال اسم السكن. بس ما اعرف اذا حاط عليه سكر ولا هذا ايونس يموت بعد من نمر. تيم وايب يعني ما كله ولا واحد من برايم. مع انه فريق النينجا وافت هذه خريطتهم هم اختاروا الجهه الثانيه ومن شويه كانوا لهم اسلحه وخسروا الران. هذا يدل على بالضبط هذا يدل على تيم وخرافي فريق برايم. هذول فريق فريق نينجا وافت يسوي رش على البي بالتك 9 المعروف السيلفر ساكتكس. بس حلو هذا التكتيك حلو. هذا فادي جاب لاعب اتوقع اخر واحد مع ويا خالد. هذا خالد جاي من التنل نشوف ذا. اوكي 2v2 ليش لا. اوف واحد يجيب الاوب والثاني يجيب الام 4. خمسة صفر والبرايم دي سون دومينيتنج يعني واضح. كين وبرو حاليا بالاوب واحد كل واحد منهم عنده اوب. هذا برو يسوي مس باللونج. اتوقع هم يحاولون يسوون بوش للمد. نشوف هذا كين ما يسوي كونكت. التيرس يسيطرون على الشور. يسوون بوش على الشور. اوه يموت ورا جدار هيرو. جاب اتش 4 كي 1. H4K1 حاليا محصور بيقوس هذا المكان. يعني واحد جاي من اللونج واحد جاي من الشورت. جاب الشورت بقى البيت. اوه يموت بالهيدشوت. هذا بركان ضد اوب اتوقع راحوا للشورت. هذا كات ووك واحد وراهم متوقع لونج. لا هذا بالمد بركان اخر لاعب منهم. و 1 في 1 1 في 1 2 في 1 اوكي ما شفت الا دمه قليل. دمه قليل دمه ثلاثة يعني يقدر يسوي الكلتش خاصة ذاك اللاعب اللونج حاليا اللي هو خالد اللي خاطب باللونج عنده اوب. هذا بركان خلينا نشوف بركان. خالد ما متوقع قدومه. خالد يجيبه قبل لا يتقدم. انا ثواني وارجع. تمام فادي نمر جي فادي. التيرست حاليا متجمعين بالشورت يسوون بوش على الشورت. ان كيو اوكي باك ولكم باك. هلا نشوف فريق نينجا وافي اذا يقدرون يسوون كومباك. بس صعب جدا خمس راوندات اوريدي لفريق البرايم.
هذول فريق نينجا وافت راح يسوون بوش لل اي بوم سايت. في واحد بالاي هذا موته. بركان بال جنب البوم سايت. خلينا نشوف يجيب اللاعب الاول بركان. دمه قليل يجيب اللاعب الثاني ولا يجي... اوه يموت. هذا برو دمه قليل والله. اه جابوه هيد شوت. خلاص سوون ديفيوز والراوند السادس فريق برويم. طيب تعليقك بخصوص انه فريق انا ما اعرف بس تعليقك بخصوص فريق نينجا وافت يختارون جهه ثانيه ليش اختاروها؟ لا انا صحح كلامي لان بلغني رب حاليا انه البرايم هم اختاروا السي تي تمام؟ اها والنينجا وافت يعني انجبروا انه ياخذون السي تي لان هو الماب يعني اذا انت تختار الداستو ايه فالفريق المقابل يختار الجهه اللي يبدي بها السي تي. اها فلهذا السبب هم كانوا بالجهه الصعبه كابل ستون هم فازوا يعني. صح صح صحيح. هذا برو يجيب اللاعب الاول. اوه يجيب هالشط ان كيو. خلينا نشوف حاليا البوش راح يصير على البي. عندنا نمر بالبي. خلينا نشوف نمر. نمر مكانه حلو. اوه نايس بيك نايس بيك. لاعب ثاني خالد عنده اوب شافه خلص راح يترك النمر. قال حتى خالد راح يروحون للمد. هذا بركان بركان. اوه يجيبونه. وش غلط من البركان المفروض كان يحافظ على المد خاصة انه الاتش بي مالته قليل كان دمه. راح يسوون متوقعين اللعبة كين قاتل الشور اعتقد راح يسوي لهم كلين اب لان اوب فاكيد ما يسوون بوش. اوه شوت كالعادة. وين اخر لاعب؟ خالد. خالد يقدر يجيب هذا بالمد اتوقع النمر اذا شافه. اوه شوف يقدر يجيب كين. ما اتوقع يقدر يجيب كين. خلينا نشوف كين اذا هو كين يقدر يجيبه. اوه شافه جابه هشت مره ثانيه. يا رجل هذا يا اخي هذا كين مو مستحيل يعني كله هشت. برسنتج مال هشت مالته النسبه 69 يعني 69 واو. متصدر حاليا ب 12 ل 3 ل 12 103. تو فراجر ايونس. اوه شوف ايونس شوف ايونس فراغ مالته 1.8 واحد فرام 8. ايونس اللي كان 22 13 كابل ستون 1.8 حاليا. خلاص الفريق ديسترويد حاليا ما يقدر يسوي اي شيء ما عندهم فراغز. حاليا 4-3 افضليه للنينجا وافت جوله ما اعتقد يقدرون يجيبوها. خلينا نشوف هذا برو بالبي هذا كين بالاي بالاوب راح يسوون بوش بصوت الموتور. هذا كين بالاوب كين كلش مهم. اوه فلاش حلو سو بيك نايس يقدر يجيب واحد. اوه فادي تو هيد شوتس نايس. اخر لاعب بروفيشنال دمه 7. جي جي بس هذا راح اتوقع ولا هم عندهم اشتروا فريق ال بس اتوقع راي مهم لو لا فريق النينجا وافت بالنسبه للي والله الفريق فلوسهم قليله يعني حتى الاحتمال البرايم يقدروا يشترون بروفيشنال دي فش شوت حلو بس البلانت لللونج شوف خاطب اللونج ما يقدر يا ما يطفيه يا ما يا انحشر انحشر يا ما يطفيه يا ما يموته. ايه تمام مثل ما قلنا هسه الفلوس قليله جدا عند السي تيز اللي هم برايم راح يشترون بيستولز. اوه شوف بركان شو اشترى. بركان اشترى ايش يسمونه هذا؟ سيزي سي لحد الان الناس يشترونه؟ يشترونه هو يعني كان الكومبينيشن بينه وبين الاوب يعني اذا الاوب عنده سيزي كله صعب لان عنده سلاح من القريب وسلاح من بعيد اللي هو الاوب بس بعد الباتش بعد الباتش سووا نرف للدروب يعني الدروب مالته اذا يسحبه
ايه للمين يعني، كان مثلا شايل اوب اذا يحول على المسدس ياخذ وقت كبير. بس هو كميكانيكا يعني بعد كل السلاح. نمر دخل عليهم البيس موتهم، ما اعرف شو يسوون فريق نينجوات حاليا. اشتروا اسلحه ووقفوا ما اعرف ليش. اوه في عندهم دروب، في عندهم دروب لهذا السبب. واو كان هذا راوند مهم فريق نينجوات. حرامات. خلينا نشوف بالراوند الجاي راح نسوي باوس لان في دروب من فريق نينجوات. مستشار حسدنا لك. عجبه اخر لاعب ايون دم 19 يشغل البوم على الاقل يحصلون فلوس يقدر يجيب بيك. سمع صوته على فكره كين، سمع صوته هو ايون، سمع صوته او شافه او جيب ورا. نايس والله نايس. خلينا نشوف يقدر، يقدر ايون على فكره يقدر يجيب اللاعب الاخير اتش 4K1. ايش عنده اوب اتش 4K؟ لا عنده اي كي. لا اي كي كين سوى مولوتوب بالويندو. لا نفس السيناريو صار لما كين راح تفجر البوم ما يموت. نايس تاخروا وغلط من كين انه سوى بيك. المفروض ينتظر صاحبه واثنينهم يهجمون بنفس الوقت. حتى باوس المفروض نسوي نكتب للادمن باوس. قبل ما يبدا الراوند او بدا الجولة دخل شادو حلو. بس هذا شادو اشترى، اتوقع ما اشترى شادو فراح يلعب بهذه الحالة. لما هم يعني كتبوا مكتوب next restart pause، ليش مكتوب round pause؟ اي هو هذا قصده. بس ما يحتاج ندخل اللاعب الاخير. هم رجع disconnected هيرو؟ لا موجود. شارو طلع ودخل، شارو طلع ودخل. اتوقع three v two فريق برو ام هذا راح يدخلون جهة الايونس. هذا ايونس جيبه هيد شوت. نايس اتوقع النمر. وين النمر؟ اتوقع النمر راح يسيف. لا راح يسوي بوش عليهم. الجولة الجاية هم ايكو من ال البوين بعدين جواف يعني رجعوا بالورا. الايكونومي الاقتصاد مال اللعبة يعني انه اللي عندك فلوس لو ما عندك كم تأثر على اللعبة. لهذا الفريق لازم يحافظون على فلوسهم وما يسوون مثل هذه الحالات انه يوقف فوق البوكس. نمر نايس كنترولر ريكوال يجيب لاعب وي سيف يسيف. الماتش بوس حاليا لان في مشكله باللاعبين، تشكيله اللاعبين في ناس لهم تايم داوت في على مود سب هاوس. هيرو ما استقر بنجي يعني من بدايه المباراه. صحيح سبعة أربعة فرق ثلاث راوندات. المباراة بعد مفتوحة. نشوف التعليقات على السريع.
أنا جلوبال إليت وطلبوني فريق الناي بس أنا رفضت لأن كان أسوي بوست الحلوين. بالتعليقات ايش مدري كاتبين انت اصلا ما قالت لهم بالمباراه، واتوقع سبكتر نفسه بمشاكل يعني ما يطلع بالصح، اكو بيبقات اتوقع صحيح مرات يتاخر او تشوفه مو موجود بس هو موجود بالضبط، فاللي تشوفه قدامك هذا بالستريم مو معناته اللي قاعد يصير بالمباراه، فلا تحكم. لو كان في ديمو يعني تقدر تحكم، حتى الديمو في مشاكل، حتى الديمو مالت التيك اعتقد 30 او شيء فصار مشكله بحركه اللاعب او شيء، يعني حتى بالديمو ما تقدر تقرر. هذه بعد هذا ناتوريوس جلوبال باللعبة جلوبال اليت، فمن عنده انا ما اعرف اللعبة، شوف حتى ما اقول انا اعرف. انا مو جلوبال، انا ليم. انت شني؟ ليم ليم ليجندري ليجندري. ايجل ماستر. طيب على الاقل هذا اللي معك يرفع صوته شوي يتكلم معك دام انه الخبير. طيب نعلي صوته، انا نسيت اعلي صوتك. نعلي صوتك، خلي 8. شوف صوت احسن يا سلطان، سلطان حكيمي. تشيك تشيك. ما اعرف اذا بدين لايف او دخل اللعب الاخير او لا. ورجعنا بوز الاخ بوس اخر ام هيرو اعتقد. رجع اللاعب هيرو ولايف حاليا. واحد كاتب احلى هايبر واحلى تعليق، هذا اسمه هيت اس دي. هذول الاس دي هذول اللي ما يحبون الاجانب هنا بالسويد، يسمون سفاري ديمقراطنا، اتوقع هذا بالسويد عايش والله ما اعرف. عنصري اللي هم هذول عنصريين، هم الاس دي، هو مو عنصري، هو اجنبي اتوقع عراقي عايش بالسويد لان يعرف هذول البارتي. هم بوش الفرايم و بدينا لايف؟ بدينا لايف. اوه ان كيو 3 كيل وذ 390. فان كيو حاليا قاعد تسوي كاري اتوقع، خلينا نشوف ان كيو. تمام 13 11 النينجا واف رجعوا اللعبة، يعني حاليا 7 5 وهذه الجولة 7 6 راح تصير. تمام ايزي بيزي ان كيو. ان كيو هذا اتوقع صبح وليل يلعب دستو. يحبوها كثير. انا شخصيا اكرهها. خلينا نشوف النتيجة 7-6 فكومباك سوى فريق نجواف، قلنا احنا من شوية انه فريق نج فريق برويم خذوا 5-1 ما اعرف 6-1 وقلنا جي جي، بس فريق نجواف مثل ما قلنا يقدرون يسوون كومباك وسووا كومباك حاليا. حاليا الفلوس مال البرو ايم قليله ايضا، يعني اذا خسروا هذه الجوله راح يرجعون عليك، وال نينجا واف فلوس عندهم، يعني حتى اذا خسروا يقدرون يشترون الجوله الجايه، فالمباراه صعبه على البرو ايم. خلينا نشوف هذا اتش 4 كي 1 يموت. برايم اوه يجيبه، يجي ضربه بالصندوق والطلقه طلعت من الصندوق اجت براسه. نايس والله نايس، اجت بخالد شغله بومب اي بومب اتوقع. يب صحيح هذا بركان بالبيت. وين اللاعبين ال نمر وبركان اثنين راح يسيبون احسن لهم. هذا نمر يمكن يجيب بيك، جاب البيك نايس.
النتيجة راح تصير 7 للفريقين وننجا وف كم باك كبير. هذه علامة الهشوت نحن نقول عليها بالعربي في نص الجبهة. تجي هذا مو بالهشوت العادية، الهشوت بالنص الجبهة هذا. ف 7-7 ومثل ما قلنا من شوي مثل ما قال نوتوريوس انه فريق البروي ما عنده فلوس ولا هم اشتروا فاماس، اشتروا فاماس لهم نيت قليل يعني عندهم سموك واحد فقط. اوه شفت النمر عندي بستريم، شفت عندي انا كانت حاطه علي. نايس نايس والله نايس، احلى لقطه البطوله هذه. والله لقطة حظ، لقطة حظ، لحظة لقطة حلوة والله، لقطة حلوة. أنا شفته حاط هو إكس راي وشفته يضرب على اللاعب وبعدين جابه والله خلاص. أتوقع الزاوية أعتقد يعني متدرب عليها. أكيد أكيد. حتى مو حظ يعني. يعني متدرب عليها إنه يكون هنا فيضرب على هذه النقطة بالباب. أكيد مو من أول مرة جابه، جاب من يمكن ثلاث مرات يضرب وجابه. فا إنتري بيك جابوا فريق البرو إم ممكن يساعدهم بعض الراوند إنه يفوزون. صحيح. هذول هم راح يسوون فريق نينجوات بوش على الكات ووك من جهه ال فمين عندنا بالاي عندنا ال عند كين وبركان اتوقع او برو كين وبرو وفريق نينجوات عندهم اوب او جابه او ماي جاد هيرو جابه من ورا الصندوق جابه طفر وجابه والله العظيم خرافي. لوبستا تلعب دور كبير باللعبة. هذا النمر جاي لأربعة. يب. جاب الأول نمر. واحد وراه يسمع صوته. أوه يجيب. أيونس هذا اتش كي. نايس فلاش. يجيبه. 1v1. 1v1. جولة مهمة. دمه قليل. لا يطلع البيستل. ليش طلع البيستل؟ واو. شوف الكمباك يعني كانوا 7-1 على ما اعتقد ورجعوها 8-7. 8-7 مش حلو من الجواب. ممتاز جدا. ان شاء الله ما انتقل الخريطة الثالثة. بعد تأخر الفطور. جولة مهمة البست الراوند. هذا الجهة الثانية خريطة دستو. تمام. فريق نينجوات فاز بالخريطة الأولى 8-7. خلينا نشوف هذا فادي يجيب بيك كلش حلو. نايس اوه ما اقدر فادي هذا ايونس بالاي اتوقع راح شوت ووك شورت لا رجعوا على البي قراءة صحيحة لان البي ما بي احد حاليا سو فيك للشورت وبعدين راحوا للبي هذا ايونس قدام ثلاثة خلينا نشوف ايونس يدمج واحد دمه قليل سيطروا على الساي اوه جبه هيدشوت جميل لا واحد كار كان قدر يمنع البلان ما صارت انكيو جاب هيدشوت انكيو دمج جنبه اخر لاعب وين اخر لاعب؟ اوكي خذوها بس دروب مرة ثانية هيرو مرة رجع بالدروب بس ما اتوقع انا خلص عدد الباوسات فما اتوقع راح يكون في باوسه الراوند الجاي راح يكملون 4 لاعبين لان انتظروا 10 دقائق هي المده المسموحه للفريق انه صحيح ينتظرون بها عدد الباوسات اذا انتظرنا كل شوي باوس ما راح نخلص الصبح ما يخلص هم اللاعب هذا يغيرونه احسن لان عنده مشاكل في الانترنت شكله فراح يبدون 4 لاعبين خلينا نشوف شكلهم راح يروحون 2-2 جهتين فراح يكون المد مفتوح اغلب الظن صحيح يسوي بوش حاليا بالشورت نمر يجيب الانتي فراغ فادي يرد عليهم بوش على فادي وفادي يجيب الثاني حتى كين يموت هذا فادي فادي هذا ايونس جاب الاول لايونس ناينس دمه قليل الثاني اثنين في الاي واحد شورت واحد بالبوم سايد وكان يحصل فاماس هذا خالد
خالد يجيبه. اخر واحد دمه قليل يقدر يجيب النيد. لا جابه. نايس نايس. نينجا وافت حاليا قاعد يفوزون. نينجا وافت كم باك خرافي. وهيرو رجع كانك على السيرفر. اربع لاعبين فازوا. اربع لاعبين فازوا والله. يعني عندهم كان ادفانتج بالاسلحه لان البرويم كانوا ايكو. برويم يشتري فول باي. اوه خالد الا شوي كانوا جابوك. والله دمجوه خالد لان ما مشى صح. نمر يموت باللون. خالد جيب بيك نايس او ما جابه. توقع سو مس. كيف انا اللي بالسكرين جت فيه. اوكي ما اعرف. انا قلنا اللي ان السبكتيت بعد يطلع شغلات ما تصير بالسيرفر. صحيح. اتوقع راح يروحون شورت. هذول هم فريق برايم بروفيشنال يقيد يقود البوش او الاحرى بركان لان عنده اوب. نايس شوت بركان. واحد سيتي بركان كيلاخ. خالد ضد بركان. خالد دمه قليل وبركان عنده اوب. اتوقع ايونس كاتب نايس انفو. اتوقع راد يكتب اي فريقه كتب غلط على الشيء الببليك شات. واضح انه في مشاكل بالكوميونيكيشن فريق النينجا وافت. نحن ممكن ندخل بغرف التيم بس نشوف الكوميونيكيشن ونرجع. لحظه ناخذ ثواني. ناخذ بس 10 ثواني من كل فريق بالتيم سيكو وارجع لك نوتوريوس. تمام. على هيك واحد هيك منه فورس ما باي مبيك بس باي عام فلوس. واحد رش واحد رش ينقل ابو شكله. واحد ثاني 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 دور دور واحد لونج رش. رجع رجع بعد ما الدرس شانل سويتشد نبتدي. واو دبر تننس الحين بي. شنو لو اتش بي دبر دي عكي انا استنى. فمثل ما سمعتوا فريق البرايم كانوا شوي شوي ريج كويت في شوي في كلام زايد او عصبيه بالموضوع. نفس الشيء فريق نينجا وافت نفس الشيء. بس اتوقع فريق نينجا وافت هادئين يعني من لما دخلت الغرفه ما حد يتكلم هدوء بس معلومات. ف البرايم يعني المباراه انقلبت عليهم يعني من 7 الى 1 و8 الى 2 انقلبت حاليا 10 الى 8 فاكيد يعني صار عندهم مشاكل. بالضبط. خليني اشوف هذول. هيرو راح يسوي سيف فتكون 9 10 وفريق اتوقع ال نينجا وافت عندهم فلوس يقدرون يشترون يعني مو كلهم. لا لا هيرو ضيع الفرصة هذه. حرام عليك يا هيرو قدامك. طيب اتوقع راح يسوون بوش للشورت او يسوون فيك للشورت بعدين يروحون بي مثل شوية. البومب هي تكشف الاسترات مال الفريق يعني البومب حاليا بالتنلز قريبة على البي. على اكثر انه البوش راح يصير للبي حاليا بدي ارجع على الشورت. اوه نايس بيك نايس بيك برو. حاليا الاي كلير المفروض يتحركون على اي بسرعة وهذا اللي دا يصير. قراءة ممتازة من البرايم.
لاعب بيت يموت برو. خلينا نشوف هذا خالد راح يسوي بوش اتوقع لل هذا ايونس راح يسوي بوش لل يجيب الاول بال بال شو يسمونه والله نسيته ال ال الكات ووك الكات ووك صح. اوه يجيب الثاني ايونس ريتيك كلش حلو من النينجا واف ممتاز والله ممتاز. 11 9 11 9 وخذوا اوب وخذوا اسلحه. خلينا نشوف بوش سريع على اللونج من قبل برايم. هذا السيلفر تاكتس دائما مرات تشتغل اغلب الاحيان تشتغل. شوف هذا خذوا جابوا الاول بقوا اثنين بالاي واحد لورا كيل يكون بال شو يسمونه هذه ورا الكورنر وواحد يكون سيتي للكروس نمر قاعد يضرب ما قاعد يشوفون واحد ورا البوكس. اوكي جابوه جميل تو كيلز واحد بالسموك واحد بالسموك ما اعرف لا شافه ولا وراهم وراهم. اوه جاب الاول هيرو اوه واحد طفر طفر دمج. خلينا نشوف هذا نمر اخر لاعب بالبوم سايد اخر لاعب بالبوم سايد هذا خالد وراه بروفيشنال وراه خالد خالد ابيك فايت 11 10 قريبة جدا المباراة متقاربة صح بس حاليا النينجا واف ما عندهم فلوس راح يروحون على ليكو او يسوون فورس باي بيستولز ايكو هذا خالد مسوي عليهم بوش بالمد يحاول يفاجئهم لان ما عندهم اسلحه يعني صعب يسوون هولد للسايت وهو ما عنده سلاح فيحاول يفاجئ لاعب او شيء بس ما نجح. بل كان موت ان كيو في حاله لاعبين بس باقين يقدرون يروحوا للبي للاي هذا بالاي مات بقى ايونس وانا ايونس ايونس وراهم. خلينا نشوف فلاش بانج كين كين معروف بالام شوف نشوف الهي شوت راح يجي له ولا هي الشوت السيتي كانوا ايكو. المشكله بالسيتي انه الفلوس تكون دائما السيطره عليها صعب لان السيتيز لازم يشترون الاسلحه مالتهم اغلى اولا يعني الان فور سايلنت يعني 3200 بالمقارنه بالاي كي اللي هي 2700 وكذلك لازم يشترون ديفيوز كيت فمن تزيد على الفلوس وما عندهم البونس مال زراعة القنبلة. التيرورست لما يزرع القنبلة كل لاعب راح ياخذ 800 دولار زيادة ولهذا دائما نشوف السيتيز يعانون يعني بالمسألة الفلوس. اهداش اهداش نتيجة جيم بوز اعتقد انه الادمن قالوا لهم انه هيرو لازم يجي تيم سبيك. فريق النينجا وافت اثنين فاماس واحد ام فور واحد ام فور سايلنس واحد اللي هو هيرو اوب. فريق البرو ايم بالمقابل فل 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 باي يعني اي كي واوب كل شيء عليهم تمام حتى سموكات كل شيء. هذا كين بس عند السيتيز يعني لا عندهم سموكس لا عندهم نيدز فقط فلاشين. كين جاب بيك باللونج خلينا نشوف كين اذا يقدر يجيب واحد من بعيد. او والله كين غريب يا اخي والله كين غريب يا اخي ايمه خرافي والله العظيم. شوف هذا انا حاط على كين ما يجيب كل اذا مو هيشوت
الهيد شوت مالته صار 87%. 87 حاليا. اخر واحد سي تي انا ما اعتقد جابه بركان جابه فيه 12 11. حاليا البرايم عندهم فرصه اكبر بالفوز بالمباراه لان فلوسهم كثره الفاي، والنينجا وافت اصلا ما عندهم فلوس، ومن جديد هيرو يسوي دروب. خلينا نقول معلومة بس للناس اللي يسألون عن بطولة كونسترايك. بطولة كونسترايك هذه مو بطولة تنظيم عرب جيمينج، هذه بطولة برعاية عرب جيمينج. البطولة هي بطولة جروب اسمه CSGO عراق، هم اللي مسوين بطولة. عرب جيمينج ما له أي علاقة بتنظيم بطولة لا من بعيد ولا من قريب. مشاكل البطولة هذه تصير هذه تكون مشاكل تنظيم هم جروب CSGO عراق، نحن بس راعين البطولة، هذا كل شيء. هذا فريق نينجا وافت يفوز بالراوند رقم 12 ل 13 صالح فريق برويم. خلينا نشوف. اتوقع راح توصل 15 16 هيك النتيجة بالنهاية، ما اتوقع تكون في فارق كبير. صحيح تشجع برويم اكيد صح؟ لا والله ما اشجع هاي فريق على مود ما حد يقول لا انا محايز. بس فريق برايم بصراحة يستاهل لان اداء حلو صراحة. صحيح بس صحيح. فريق نينجا وافت كمان بالمقابل شوف لحد الان 12 13 ما مقصر، قاعد يلعب افضل اداء يعني حاليا مع الدروبات تايم داوت كل شوية لاعب منهم يطلع. دم اللاعب مو طالع ليش؟ على اليسار دم اللاعب مو طالع ما اعرف ليش. من شوية يطلع بق يمكن. اوكي رجع سويت ترجعت الارقام الاعدادات وبعدين رجعت طلع الدم. اوكي هذه شوف قدامكم CSGO كم صار CSGO من نزلت اللعبة؟ 3 سنين وكم شهر؟ ثلاث سنين وبيها مشاكل لحد الان. بسبكتيت هو صحيح. اللي منه يصير الاي سبورت التعليق مباشر والبطولات كلها تمشي عليه وبيه مشاكل. الناس اللي تلعب العاب ثانيه مثل باتل فيلد وتسوي واين وتقول لعبه خربانه وهاي، شوف هاي لعبه سي اس جو اللي هي حاليا اتوقع في الاي اس اعتبروها هي لعبه الاي سبورت الاكبر، يعني اعتبروها كمين اي سبورت جيم بدل عن الدوتا 2 اللي كانت قبل دوتا 2 مين جيم. صحيح. ولا ننسى النرفات والباتشات يعني يومية يعني بالنسبة للعبة. برايم بيرش هذا خالد، خلينا نشوف خالد. اوه كين جيب لها شوت، خلينا نشوف كين ضده واحد.
شوف كين كين يجيبه هالشط. كين ما يعرف بس هالشط، ما يفهم بس هالشط. كين اوكي واحد قدامك كين. اوه يموتون. نينجا وارد 14-13. مو مستحيل 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 نينجا وارد. لا 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 اقتصاد البرايم ايضا قل. 3 لاعبين بالادهم 2500 بلاعب 4000 لاعب 6000 راح يسوون فورس باي. والله التوب فراجرز حاليا هم فريق من فريق برايم هو كين 28-19 ومن فريق نينجا وارد اني كيو 28-19 نفس الشيء 26-16 نمر و 20-20 فادي. يعني توقع شوي الفراقات اكثر لصالح فريق البرو ام، بس يعني احنا كنا مفكرين انه ايونس مثلا يكون هو التوب فراجر بس اجى ان كيو قال انا اخذ مكانك. السكن مال ان كيو اسمه فك ذا بوليس. اوكي افضل من النيجا مال عمر مال صح. اتوقع جاستين من قد الريبورتات اللي سواها للشباب. راح يتغير راح يتغير هسه اشوف اللعبه الجايه ان شاء الله قام يتغير. اتوقع الفريق منتظرين منتظرين بيك الفريقين منتظرين بيك مسوين هولد صحيح. طبعا الهولد لصالح فريق نينجا وقف لان هم قاعدين يسوون ديفند. ذولا اوه شوت جان بروفيشنال بالشوت جان. هذا سكوت ولا اوب؟ اتوقع اوب. لا لا اوب. حاليا السي تيز عندهم 2 اوب دبل اوب سيت اب واوتو سنايبر كمان. اتوقع هيرو يعرف يلعب بالاوب. حلو اللعب حلو بس خلينا نشوفه. لاعبين باقيين الفريق برو ام فادي مستشار. اوه جاب ان ورد سنايبر اوتو سنايبر اللي جاب مو الاوب. خلينا نشوف باقي اخر لاعب اخر لاعب اخر لاعب هو فلاش بانكد. اوه جابوه جابوه 15-13 جي جي نقدر نقول جي جي والله خرافي والله العظيم والله العظيم. هذا انا في ستريم وذاك فريق نينجا راح يشوفون هذا الستريم اقول لكم تحيه والف تحيه اذا راح تفوزون هاي المباراه. دروبات وبنقات عاليه وخسرتوا كوبر ستون وراح تفوزون هاي المباراه شيء خرافي صراحه. خلينا نشوف فريق برو ام. برو ام عندهم ام بي 7 بي 19 بي 90 قليل. بدل ما فريق البرو ام ياخذون البيك انتر بيك هم خسروا انتر بيك. اتوقع يسوون رش على اي بومب على مود ياخذون ال يسوون بلانت وياخذون راوند. ما راح ياخذون على فراقات راح ياخذون على البومب. همين حلوه بس خلينا نشوف هذا فادي بالاوب. والله شلون فادي فادي يشيل واحد ورا الثاني بالاوب وكان اخر لاعب اوف فادي جي 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 فازوا فريق نينجا في الخريطه الثانيه. والله ما اعرف ايش اقول والله ما اعرف ايش اقول. مباراه خرافيه كلها جميله صحيح. الخريطه الجايه شو هي والله ما اعرف. خلينا نشوف ترين ترين او لو لو ما اعرف اذا غريبه ايضا غريبه. لا حق على الفطور باقي له 10 دقائق للفطور 10 دقائق. انا خليكم تتعلق خليكم تتعلق تكمل خلي على اي لاعب وتتعلق بس اعطيهم معلومات شنو قاعد يصير لان اللاعب ما اتوقع يتغير. اتوقع يتغير صحيح. بس من يموت فخلينا نشوف يمكن يخلصون قبل 10 دقائق يمكن همين كل شيء ماكو شيء مستحيل. ولو تشوين اتوقع تشوين منعوها ولا نيوك اللي منعوها. نيوك احنا منعها بعد اللي راح تنشال من المابول وراح يسوون عليها تحديثات وبعدين ترشال. اها والترين اللي هي صارت بدال نيوك. اها اوكي لان النوك يعني سيتي ماب يعني 15 واحد للسيتي فاشتكوا عليها في البروز فسحبوها من الماب مال البطولات. The winner of the ninth round gets to pick CT terrorist spawn او terrorist side. خلينا نشوف يعني في ninth round بداية الجيم. هذا خالد تايم داوت منتظرين على ما يدخل اخر لاعبين الفريقين وراح نبدي. انا ما اعرف اماكن هذه الخريطه ولا لاعبها يعني يمكن لاعبها او شاف الفيديوهات بس ما اعرف لين حدثوها
غيره شافيها. صحيح. فمختلفة حاليا. يمكن فيها بقات، انا شفت فيديوهاتها ناس يسوون بقات يصعدون فوق وما اعرف كيف. مال الهيت بوكس مال الدرج ستيرز، بس اعتقد سووا له باتش. انه اذا شخص طلع على الدرج وطلع بس راسه ما يقدرون يسوون، ما يقدر يقتل، الهيت بوكس مالته مو موجود. اعتقد سووا له فيكس. هذا الناس اللي على وقت تدور بقات يعني، والله مشكله. طيب سؤال، اذا في بق وكانت في بطوله ولاعب استخدم هذا البق يخسرون؟ انا اتذكر فناتك استخدموا بال البوست اللي سويته فناتك، يعني هو الفوز بوست ممنوع اصلا. ايه بس البوست دي مشكله انه اكو بعض المناطق لما ترمي عليها ما تقدر تطخها، نفس الحاله هذا مين ما بيهيت بوكس. ايه فالادمنز قرروا انه تنعاد المباراه، وبعدين فناتك انسحب وصعد من وقتها ما اتذكر ولا الفريق المقابل انفياس اعتقد. بس مو من حق فناتك يعني ينسحبون، يعني ليش يعني صار عليهم حكي من الكوميونتي يستخدمون البوست. اي البوست يعني هي عاده فالف لما تنزل ماب جديده اذا هيك بوست يعني يخربها الماب، يعني يقدر يشوف نص الماب يعني بعد اللي يسوونه ويشوفهم. صحيح. فعادة الفرق البروز يعني يبلغون فالف انه اكو فشيد يعني يسوي بريك للجيم، يعني البوست مو طبيعي. هذا الشيء الحلو، هذا الشيء الحلو باللعبة. صحيح. فالكوميونتي يعني صار عليهم ردة فعل وواي ناس كرهتهم فانسحبوا من البطولة يعني. الشيء الحلو بهذه اللعبة انه اللعبة مو مبنية على اللاعبين الكاجوالز، مبنية على اللاعبين المحترفين اللي هم كومبتيتيف بلايرز. لهذا السبب اللعبة ناجحة، لان اللعبة صعبة مو مثل باتل في فور. ولا انا ما اعرف، اعرف انه قاعد يشوفون سي اس جو ما لها علاقة باتل في فور او باتل في ثري. شوف مثلا باتل في ثري او فور كل العاب مبنية على الكاجوال. شوف مثلا يقول لك سوينا ايفولوشن او سوينا ضفنا بابليك سيرفرز، يعني ما ماتش ميكينج او شيء كاي سبورت هي ما ناجحة بصراحة، ما ناجحة نهائيا. وبالعكس باتل في 3 كانت احسن بلعبه كلعبه اي سبورت. بس مشاكل نتكو، مشاكل موت ورا جدار، او هذا مشاكل انه ما صلحوها يعني. مو مال اي سبورت. ولو قبل باتل في 3 جرام بازار او مترو او ساين كروسينج، الخرائط كثيره كثيره، كاسم بوردر، هذا كله كخرائط في الديزاين تحس المطور تعب عليها. الباتل في 4 يلا مشي اخذ راندوم، مشي يعني راندوم. واني واحد من الناس يعني، انا كنت البات بي اف 3 سنتين العبها، بعدين نزلت فورت تركتها وحولنا على سي اس جو. معظم الكوميونتي يعني خاصه العراقي ترك البي اف 4 وحول على الكاونتر. بالضبط. مو العراقي بس، انا اقول لك اياها بصراحه. العربي صحيح. هاي بطوله باتل في 4 الاخيره سويناها، ان احنا بقينا 3 اشهر ننتظر 8 فرق بس تشترك بالبطوله. صحيح. وما فيها ناس، في تقريبا كلان واحد سعودي، كلانين، 3 كلانات عراقية، وفي كلان فلسطيني، كلان تونس اتوقع. هذه مو شيء واو مثلا سي اس جو، هذه بطولة العرب جيمين حاليا. في كم كلان حاليا؟ 8 فرق، وتقريبا في حاليا وصلنا 5 فرق احتياط. هذه بس في صفحة عرب جيمين، الناس يعرفون عرب جيمين. لو نقول بشكل عام الصفحات الكامل دول الشرق الاوسط كلها، والله ناسك بشكل هائل، كلانات اكثر بشكل هائل يعني. وفي ناس برو، يعني في ناس برو يعني يلعبون بطولات لان في الامارات، في بطولات بالامارات يسوون، بس ما اعرف موقعهم، ما اتذكرها صراحه. يسوون بطولات بالامارات هذه فلوس، يعني فلوس للبطولات، بس ما اعرف موقعهم. الله يعني شفت موقعهم من قبل، اسمه اتوقع باور ليج، باور بلاي، والله ما اتذكر. المهم احنا باقي اخر لاعب فريق برو ام منتظره، فعلى ما يدخل خلينا نشوف التعليقات. واحد يقول كشفت البوس مع الفناتك، هو من زمان مكشوف. بصراحة في شيء غريب بلعب نينجا وافت يازن، شيتس ميكس ذا امبوسيبل بوسيبل بيليف مي.
كين لوك ثرو سموك. طبعا في هاكوسيشن للفريقين، واحد يقول نينجا وافت مستعمل شيت لهذا السيف مفازه، الثاني يقول كين يقول يا معلق خلك بالجيم ولا تحط على لعيبه لحالهم. اوكي ما في مشكله. المباراة دي على اللان؟ لا المباراة دي اونلاين. والبنجات اكبر دليل. How can a man go 8 days without sleep؟ انا ما اعرف شو قاعد يتكلم، وين رحنا نحن؟ واحد كاتب ايه انا شابع باوس بالروسية اليمنى. ما جاي افتهم شنو الهيترج. الهيترج هو الهيترج ستيشن، تسجيل الطلقات في جسم العدو، هذا هو الهيترج. يعني الطلقة تسجل لما يطلع لك هيت ماركر، طبعا هيت ماركر ما في بالسيرس جو هيت ماركر، بس بالالعاب الثانية مثلا باتل فيلد يطلع لك هيت ماركر، فلما يجيك هيت ماركر هذا يسمونه هيترج، الطلقات تسجل. بس اتوقع همين السيرس جو همين بيها مشاكل بالنت كود، بس الناس ما تعرف عنها يعني، لان هو اصلا التكريت مغطى على الموضوع يعني. حاليا نايف راوند، نايف راوند بدينا. اوكي بس دول ماب، هذا النايف راوند باب الحارة. شو جاك العقيد وراك بركان؟ والله والله على دم قليل راح يجيبوه. المفروض هم فريق نينجا اوف تكون هم باب الحارة الجدعان، هم من اللبنانيين قريبين لسوريا. جاء لا جاب البيستول، بركان جاب البيستول. اعتقد راح تترسد. رستت. اوكي اوكي اقول جاب البيستول معقول. اوكي ماتش ريستارت. والبرو ايم فور بلايرز برو ايم فور بلايرز لازم الادمن يسوي باوس ونسوي ريستارت ونبدي. هذا الروح الرياضية الحلوة من فريق نيكيو، من فريق عفوا نينجا وافت، كتب لهم نيكيو نوت لايف. اوكي يعني هو المفروض تكون نوت لايف يعني باي ذا رولز يعني قوانين بطولة. صحيح.
دخل لاعب من فريق برايم، لاعب جديد اسمه مومان، مومان اتوقع. انا راح مومان يعني مو رجال هذا. ما اعرف شنو الاسامي. على العموم بدت النايف رام. انا راح اخلي الكاميرا على كين وراح اروح افطر. اوكي تمام. البرايم يفوزون بالنايف رام ويختارون سي تي كبداية المباراة. MQ يشتري تاك 9 بدون أرمر. خلينا نشوف ايش راح يسوي. برو ايم يلعبون 2B 3A. التيرست حاليا A split. كين 2 هيد شوتس نايس. النمرة الثالثة البرو ايم تقريبا فاز بالفست راوند. فقط ام كيو يتبقى. وان كيو يجيب كين بالهيد شوت. هن كيو 2 كيلز 2 فيرسس 1 وعنده وقت هواي يقدر يسويها ولو هو محاصر حاليا واحد ورا واحد. تمام دي تشيك بالكورنرز نايس. مومان برايم ياخذون بست راوند. فول اس ام جي باي. والتيروس يشترون 3 تك 9. الظاهر بي راش او لا. نمر جيب الانتري فاك. خالد يرد ومان نايس. حاليا البرو ايم دي سون كلين اب. Yeah.
User in your channel timed out. User was moved to your channel. اعتذر طلعت تايم داوت، صرت اشارك من جواف معاناته وما طلعت تايم اوت. حاليا نتيجة 4-0، برؤية متقدمين حن جواف 1-3 لان كيو والبومب دروب صعبة كلش.
يسوي البوش مالته مس بركان ثانكيو هنو ثانكيو 5-0 للبرو ايم للسيتيز فورس ادمن فورس ادمن شنو فورس باي من الجواب ورش على اي شادو يجيب نمر بركان يجيب تريد كين هيد شوت نايس 4-2 لاست بلاير اي في ثانك يو نايس انكي ويموت من كين اخر لاعب هو فادي بالاي في حاول يسوي الكلتش كين بالنايف نايس كين 3 كيلز من كين سوني كلين اب وحاليا الجواف امعدهم يقدرون يشترون ماتش بوز واحد من اللاعبين الجواف سوى دروب اعتقد هيرو لغى البوز لان الجواف استخدموا كل البوز اللي عندهم رجع خالد للعبه فورس باي لاخ من التيرورست من الجواف ديجل في 90 جلل 2 اي كيس كين نمر يجيب الانترباد على خالد نمر سكند كيل نايس هيد شوت كين راح يسوي بوش على لاعبين نايس كين 3 فيرسس 2 بركان بالفلانك يجيب شادو اخر لاعب هو فادي بالاي في شوف شنو يقدر يسوي عند البوم ننتظر الفوش مالتهم بالفعل بركان دي يسوي فلانك حاليا بركان نايس فادي يجيب الكل شوف رزيس وان فادي راح يروح على البي او الاي راح يروح على الاي السيتيز متوزعين واحد بالبي وواحد بالزي او هيفن واحد العفو يدخل السايت راح يشوفه نايس 1 فيرسس 1 البلانت خطا مكان البلانت خطا او مو مان يجيب الكل نايس تراي فادي فول باي للفريقين اثنين عندهم فلوس او بالاحرى نينجا واف يسوي فورس تي جول 2 اي كيس بي 9 تي بي 250 بي رش نينجا واف نمر يجيب الانتفراج دخلوا للاي سايت ان كيو و ايون كين ما يجيبه واحد هيفن واحد اي في واحد زي ان كيو يموت نايس كلين اب من السيتيز اخر لاعب شادو بالبي سموك توف وال بومب دروب بوم دروب الاي سايت
شادو عنده 26 ثانية ما يقدر يسوي شيء، وبار انه يحاول يسيف. وبالفعل يسيف شادو لايك مات، يقدر يسوي دروب التيميتس. فورس باي اخر من التيرورست، تو جاليلز، 3 اي كيس. نمر يجيب الانتر فراغ، حلو. كين يسوي بيك على ايفي، ما يقدر يجيب الكيل. نيد كين نايس يجيب الكيل، ونمر يجيب كيل اخر. كين هيد شوت اخر، نايس. اخر لاعب ان كيو، برايم مسيطرين على المباراة 8-0، توتال دومينيشن. اخر لاعب ان كيو 3 اتش بي، والنيد
User left your channel.